أطلقت وزارة الصحة حملة ميدانية في المستشفيات بجميع المحافظات للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيها ورصد التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على تذليلها. بدأت الحملة من محافظة سوهاج، حيث انطلقت الزيارة الأولى لعدة مستشفيات بقرى ومراكز المحافظة ومنها معهد القلب، حيث التقت المواطنين واستمعت لملاحظاتهم. في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان ورعايته صحياً، أطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات لرصد التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على معالجتها ورفع كفاءاتها بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين في مستوى الخدمة الطبية، والبداية من محافظة سوهاج بحضور نائب وزير الصحة. الحقيقة رفع الكفاءة والخدمات الصحية داخل المنشآت في محافظة سوهاج بالكامل بجودة وبكفاءة محترمة جدا. التقينا بعدد كبير جدا من المرضى والمواطنين. بمرورنا خلال اليومين اللي فاتوا حطينا ايدينا على بعض التحديات اللي محتاجة حلول بسيطة، وفي بعض التحديات اللي اتحلت في وقتها على طول. المستشفى داخلة في مرحلة تطوير بتكلفة 1.2 مليار هنبدأ فيها على طول في خلال أيام. الجولة بدأت بتفقد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي، تلاها مستشفيات ومراكز طبية أخرى بالمحافظة، حيث استمع نائب وزير الصحة لآراء المواطنين حول مستوى الخدمة ومدى رضاهم عنها. الرعاية كويسة وكله هنا في معهد القلب والله تمام، والدكاترة صراحة لله يعني بيقوموا بواجبهم وزيادي. بسم الله ما شاء الله، يعني صراحة المعهد ماشي بنظام ودقة، وفي الطوارئ هنا لو جي أي حد في أي وقت بيستقبلوا طبعا وبيقوموا بالواجب، صراحة ما حدش بيقصر. تأتي الجولات الميدانية في إطار التوجيهات بالتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة ورصد أي قصور في الخدمة ومعالجته، سعيا إلى الوصول لتحقيق أمال وتطلعات المواطنين في مجال الصحة، انطلاقا من مبدأ أن الرعاية الصحية الجيدة حق أصيل يكفله الدستور.